صباح الخير، عندنا درس اسمه العلم النافع وتقدم المجتمع. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي. حديث بيتحدث عن دور العلم النافع في تقدم المجتمع. الحديث بيبرز مكانة العلماء، فالمكانة العلماء تأتي بعد الأنبياء لأنهم بيقوموا بهداية البشر، فمن حصل على العلم فقد نال على أفضل شيء. مواطن الجمال في الحديث إن العلماء ورثة الأنبياء فيه تعظيم لمكانة العلماء، لم يورثوا وورثوا تضاد يبرز المعنى ويوضحه، إنما يورثوا العلم. هنا تشبيه للعلم بالشيء المادي الذي يورث مثل المال والأرض. أخذوا بحظ وافر يبين فضل العلم وإنه المكسب الحقيقي للإنسان وأفضل ميراث له.